لكل متابعين موقع فوشيا اليوم رح نحكي عن مرض السكري شو هي اسبابه شو مخاطره وشو الحل لمرض السكري اول شي ما نحكي شو انواع السكري في عنا ثلاث انواع النوع الاول هو مرض السكري اللي بيعانوا منه الاشخاص الصغار بالعمر اللي بيكون هو وراثي هو الاشخاص الحل تبعهم هو دائما الانسولين عندنا النوع الثاني نوع السكر الثاني هو النوع اللي بيجي عند الاشخاص اكثر من 30 عمرهم اكثر من 30 سنه سببه في بارت منه وراثيه بس السبب الاكبر هو اللايف ستايل تبعهم يعني هن اشخاص بتناولوا كتير من السكر بتناولوا الحلويات الدهون المشبعة كتير أشخاص ما بيعملوا رياضة أشخاص بيدخنوا هن كلهم أشخاص كل هول عوامل بتخلي الشخص يكون اكثر عرضه لمرض السكري اما النوع الثالث فهو النوع السكري اللي بيصيب المراه الحامل مش كل النسوان الحوامل اكيد هن عرضه لمرض السكري بس ببعض الحالات بيكون الانسولين بطل يقدر يشتغل منيح عند المراه الحامل بسبب الحمل المرأة الحامل اللي بتعاني من السكري في خطورة على الولادة وفي خطورة كمان انه الولد يخلق عنده سكري مشان هيك افضل نحل مشكلة السكري خلال الحمل أهم شغلة بدنا نقولها إنه مرض السكري منتشر كتير بالعالم، 422 مليون شخص بين أطفال وبالغين بيعانوا من مرض السكري بالعالم، مشان هيك هذا المرض كتير مهم نحكي عنه ونعمل وقاية منه، أول شغلة كيف بنعرف إنه نحن ممكن نكون أشخاص من عينة من مرض السكري، في عنا عدة عوامل ممكن ننتبه لها خلال النهار وهي اللي بتفرجينا أنه نحن ممكن نكون مريض سكري ولازم نروح نعمل فحوصات لنتأكد من هيدا الشي عنا أول شغلة دايماً بنحس بجفاف بتمنا حتى لو شربنا كميات كبيرة من الماء العامل الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو التبول المتكرر خلال النهار وخاصة خلال الليل كمان على العوامل بدنا نزيد وجع الراس الغير مبرر التعب الارهاق خلال النهار اللي ممكن يكون سببهم السكر القاشط او الزايد معدلاته بالدم كمان على العوامل بدنا نزيد التخبيش بشبكه العين اذا بطلنا عم نقشع كل شي واضح ممكن يكون السبب السكر المرتفع بالدم كمان من العوامل منزيد نقص الوزن المفاجئ اذا حسينا انه فجاه نقص وزننا نعم مع التعب مع الارهاق مع الجفاف بالتم هيدول كلهم عوامل تستدعينا انه نحن دغري نروح نفحص السكري ومخزون السكري الموجود ده بالدم اذا كنا اشخاص منعاني من السكري ممكن نكون عم نعاني من هالمرض ثلاثه او اربع سنين ونحن مش عارفين أنه نحن منعاني من مرض السكري غير لما صرنا نحس بالعوامل الموجوده مشان هيك لازم نعمل أب كل سنه او كل سنتين الماكسيموم لنقدر نعرف اذا نحن مرضى سكري ولا لا مرض السكري عنده كثير عوارض جانبيه يعني نحن ممكن نتعرض لجلطات من وراء مرض السكري لانه بيكون عندنا مع مرض السكري نسب عاليه من الدهون بالجسم تريجليسيريد كمان بيصير عالي عندنا بال بالدم وهذا الشيء كمان بيؤدي للجلطات او امراض القلب مرض السكري هو مرض عنده كثير خطورة على العيون على كل شيء أطراف بالجسم يعني ممكن نوصل أنه كل شيء أطراف نبطل نحس فيها إن كان إيدينا أو إجرينا إذا ما كنا عم نحل مرض السكري الحلول بتكون حسب شو السبب يعني اذا السبب انه افرازات الانسولين كتير واطيه او منا عم بتكون افكتيف على السكر اللي عم نتناوله ممكن نبلش انه ناخد دواء ممكن نوصل لمراحل متقدمه وناخد ابر الانسولين مثل الانسولين مثل السكر النوع الاول اما من ناحيه التغذيه نحن كثير مهم مع الدواء نساعد جسمنا لنرجلج معدلات السكر بالدم بهالحالة عم نحكي انه ما نبتعد عن كل شيء حلويات ناخد النشويات الغنية بالقمحة الكاملة يعني ناخد الخبز الشوفان بدل الخبز الابيض العادي نقدر ناخد الرقائق الزرة او الكورن فليكس كمان القمحة الكاملة على رقائق الزرة اللي تكون غنية بالسكر وبالعسل كتير مهم نعمل رياضة رياضة 30 دقيقة بالنهار هي كافية ان كان مشي سباحة بسيكلات بس نحن نحرك السكر الموجود بالدم واهم نقطه ننتبه لها انه نحن كمريض سكري لازم دائما نفحص السكري ان كان على او ان كان من بعد تناول الوجبات لنقدر دائما نكون محافظين على المعدلات معدلات الطبيعيه بالدم